والأخوات، الزملاء والزميلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتورة إيمان صالح السلمي، استشارية أمراض النساء والتوليد، طب الأمومة والجنين بمستشفى الملك فهد التعليمي التابع لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام. بالأصالة عن نفسي، كرئيس اللجنة العلمية لمؤتمر أحدث مستجدات الطب في أمراض النساء والتوليد، وبالنيابة عن جميع أعضاء اللجنة، أتوجه بالدعوة لجميع الزملاء والزميلات من مختلف التخصصات لحضور المؤتمر في دورته الثانية والمقام بتاريخ 3 أكتوبر من السنة الجارية في فندق كمبينسكي الخبر. تم دعوة العديد من المتحدثين ورؤساء اللجان من داخل وخارج المملكة العربية السعودية من أصحاب الخبرات في مجال تخصص النساء والتوليد ليشاركونا خبراتهم، أبحاثهم العلمية وآخر ما توصل له الطب الحديث في هذا المجال. سيناقش المؤتمر على مدار يومين أهم المستجدات العلمية في عدة مجالات، منها على سبيل المثال للحصر Risk Management and Patient Safety، Interesting Debates in Obstetric and Gynecology، Maternal Fetal Medicine، Minimal Invasive Surgeries and Robotic Surgery، and Gynecology, Oncology, Urogynecology, Reproductive Endocrinology and Infertility. سوف يكون المؤتمر المنصة العلمية الأهم لتبادل الخبرات والارتقاء بالمستوى العلمي للحضور من جميع التخصصات. نتوجه بجزيل الشكر والتقدير للمتحدثين ورؤساء اللجان، وسوف نتشرف بهم وبكم في مدينة الخبر في الفترة من 3 إلى 4 أكتوبر 2019. نراكم قريباً.